في الشأن التشريعي بمجلس النواب تتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بالإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. طرح مشروع القانون أمام البرلمان يأتي بعد أخذ ورد بين الحكومة والباترونا والنقابات مع استئناف الحوار والمناقشات. في المتابعة خديجة الجمالي ونور الدين صابر. نقاش مستفيض حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. مشروع قانون يكتسي طابعا مجتمعيا يراهن على ضمان التوازن بين حماية حقوق الشغيلة وتشجيع الاستثمار. الحكومة عازمة على أن هذا الحق القانون نسعى فيه إلى التوافق ما أمكن، والحكومة عازمة على أنه يكون قانون فيه الرأي ديال الشركاء الاجتماعيين، والحكومة عازمة كذلك على أنها تعمل مع النائبات والنواب ومن بعد المستشارات والمستشارين بشكل إن شاء الله يكون في المستوى ديال المغرب ديال القرن 21. وتأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية التدارس المعمق لمضامين مشروع القانون والتوافق بشأنها عبر إشراك جميع الأطراف في حوار جاد مسؤول وتشاركي، حرصا على ضمان الحماية للجميع. القانون اللي أساسا الغاية منه هو حماية كل طرف من الأطراف، يعني الموظف وكذلك الأجير، وبالحق كذلك توضيح العلاقة ما بين الإدارة والموظف وأرباب العمل والأجراء. اليوم أثناء المناقشة العامة استحضروا النواب ديال مختلف الفروق البرلمانية التوجهات العامة ديال القانون كما اللي جات به الحكومة، واللي بالحقيقة خصو ما يكبلش حق الشغيلة في الإضراب من جهة، وأيضا يكرس حق العمل ويكون واحد توازن بين الشغيلة وأرباب العمل. نقاش ينم عن حرص مختلف الأطراف المعنية على حماية الحق في الإضراب، حيث المقاربة التشاركية الجماعية وسيلة ناجعة للتفاعل مع مضامين مشروع القانون وإنجاح أهدافه في انسجام مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية والتزامات المغرب في هذا المجال وبما يضمن الحق في الإضراب.